اقول اخويا مبروك لنا كاملين، مبروك لنا والامه العربيه، ومبروك للسي ان ان، مبروك واللي ما بوجه ماشي مغربي، وهي وهي واللي ما بوجه ماشي مغربي، وهي وهي. الف مبروك تاهل اليوم. ماذا يعني هذا الفوز للجمهور المغربي؟ هذا الفوز فهو فوز كبير لا بالنسبه للمغاربه ولا بالنسبه لجميع العرب، وهذا الفوز كيف تاخروا بجميع العرب، لانه فوز جاء من قلب الدوحه لدوله عربيه، اول دوله عربيه كتنظم كاس العالم، واستطاع فريق من الوطن المغربي انه يتاهل الدور الثاني، وهذا غيكون فوز تاريخي. ولكن اللي كنقول ان الرحله ما توقفاتش هنا، فاحنا كناملوا في الشيء الكثير من الفريق ديالنا ومن المدرب ديالنا الركراكي، وان شاء الله كنوعد جميع الجماهير العربيه بان المغرب غيكون احسن سفير الكره المغربيه، وكنشكروا قطر على التنظيم وعلى جميع المسائل اللي دارت في الحقيقه، فهي دوره ممتازه جدا. طبعا هذا فخر بس للمغرب، بس للعرب كله، هذا فخر لنا كاملين، وديما مغرب، وان شاء الله نوصلوا النهائي ونزور هاي المغربيه، ونفخر الفخر لكل العرب. وين صار الطموح اليوم؟ طموحكم ما يتحدى، طموح نهائي ان شاء الله، كل شيء قريب ان شاء الله عند الله. هل عوضك فوز المغرب اليوم عن مباراه الامس ولا؟ للأمانة يعني أنا صراحة ماني حزين ولو على ريال قطر اندفع في هذه المباراة، أمتعونا ما في كل دقيقة حتى في كل ثانية، صخب جماهيري، روح عند اللعيبة، اليوم متعة ونتمنى أن لا تنقطع هذه المتعة، وأنا أشوف أن المنتخب المغربي أقدر منتخب في المواصلة، مواصلة السير في هذه البطولة، وإلى الأمام. انطباعاتكم وشعوركم اليوم؟ والله شعورنا لا يوصف، احنا اليوم الشباب كلهم كانوا مساجمين ولعبوا وعطوا الجهد ديالهم كامل، وكنتمنوا لهم الخير ان شاء الله في المستقبل الجاي ان شاء الله بالدور 16، وكنشكرهم بزاف، وديما مغرب ديما مغرب والحمد لله. هذا الفوز هذا كنهديوه لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وكنهديوه جميع العرب، وحنا كنقولوا حنا جايين، وحنا بغينا المانيا باش ننتقموا المنتخب ديال 86، وننتقموا حتى الجزائر، لان الجزائر في 2014 خسرتها المانيا، حنا كنقولوا المانيا اجي عندنا فرقه وعندنا بطل، وتحيا المغرب. فرحانين ومبسوطين وفرحانين على التأهل، ومبروك للمنتخب المغربي ولكل الأمة العربية، وهذا إهداء لكل الأمة العربية بالفوز العربي، وشكرا لقطر لاستضافتها والتنظيم المميز اللي هو أكثر من رائع. أنا كنتسنى إن شاء الله الدراري يزيدوا يترجلوا معنا ويكونوا رجال أكثر من هذا النهار اللي فرحونا، يزيدوا فرحونا إن شاء الله، ونتمنوا من عند الله، نتمنوا ديما التمني زوين، ونتمنوا أن الدور الثاني يكون زوين ويلعبوا بالنفس، وديما مغرب ان شاء الله فينال فينال فينال. ماذا يعني هذا الفوز للجماهير العربيه عامه كونك مشجع غير مغربي؟ الله يبارك فيك، والله فرح للعرب كلهم، يعني المنتخب المغربي ما شاء الله تبارك الرحمن، انا اشوف افضل منتخب عربي في المونديال، لعب تكتيك ما شاء الله عليه تبارك الرحمن، والله يوفقهم ان شاء الله. وين ناويين توصلوا بهاي البطوله؟ وين الطموح؟ ابعد حد ان شاء الله، حد ان شاء الله، ممكن نفوت الدور الثاني ان شاء الله، غيكون مع المانيا ولا اليابان، حنعدي الدور الثاني ان شاء الله، والدور الثالث معنا الله ودعاوي جميع العرب ان شاء الله.